أخبار اليوم. هل حضرتك باعتبارك عضو طبعا في الدولي وفي الأفريقي وأيضا في اتحاد الكرة المصري، هل حضرتك راضي عن أداء مجلس إدارة الاتحاد وبنسبة قد إيه؟ 65%. 65% ال 35% اللي زود ال 65% إن هم اشتغلوا، دي نسبة كبيرة اللي هم اشتغلوا في ظروف صعبة، يعني الأهلي هيلعب بكرة مش عارف هو يلعب فين، هو ماله؟ اتحاد الكرة ماله؟ الظروف اللي اتمرت خلال الفترة اللي فاتت مفيش. النهاردة احنا منتخب، انا مديت ايدي وناس قالوا ده راجل اهلك، قالوا انا ابو ريدة التاني اللي جابه يسيب كل حاجة ويمسك المنتخب، ودي كانت صعبة جدا. ايه اللي دفع حضرتك بعد يعني انت مثلا قعدت كام سنة؟ سنتين تقريبا. لا بلا اربع خمس سنين ماليش دعوة. ايه اللي دفع بعد 2010 مباشرة؟ ايه اللي دفع حضرتك مباشرة؟ ان احنا بقينا نمرة 16. بس في ناس بتقول ان انت حبيت ترجع وتعمل لك شعبية. شعبية ما كانش. طب والعكس؟ الناس بتقول العكس. لو حماده طلبه ما كانش شغال كوره في نيجيريا العكس كنت العكس ايه بقى؟